يسأل هل يجوز أخذ 10 ريالات أوراق مقابل 9 ريالات معدن أم أن هذا من الربا؟ صرف الريال الفضة، صرف ريال الفضة بعدد ريالات ورقية لا بأس به، لا بأس به، لأن هذا من باب الصرف، والفضة جنس مستقل، الفضة جنس مستقل والأوراق جنس آخر، فيجوز صرف الفضة بالأوراق النقدية بما تساوي في السعر في وقت الصرف.